ورجعنا لكم بعد الفاصل. التمثيل موهبة حلوة قوي، كل الناس عايزة تمثل، بس مش أي حد فعلا بيبقى موهوب. النهاردة معانا الممثلة الصاعدة ميرنا. ازيك يا ميرنا؟ اهلا وسهلا، أهلا ازيك انت بيكي. ميرنا؟ عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. اوكي ميرنا، قولي لنا انت عندك كام سنة؟ عندي داخلة شهر 6 الجاي كده 23 سنة. 23 سنة. صغنونة حقيقي. الفقرة صغنونة المرة دي يعني النهاردة، الحلقة الحلقة كلها اللي هي صغنونين. بالظبط كده. قولي انت خريجة ايه؟ كلية اعلام قسم اذاعة وتلفزيون. جميل، يعني انت في مجالك. مجالي يعني ما بالظبط كده. يعني مش حاجة تانية وجيتي على التمثيل، لا 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 انت ده مجالك. بالظبط. اوكي. امتى اكتشفتي ان انت اصلا عايزة تبقي ممثلة؟ بصي، هو انا كنت بحب التمثيل من وانا صغيره، بحب اقلد الناس، بحب اتفرج على الناس بيتكلموا ازاي، اي حد ماشي في الشارع بلاحظه بسرعه. بس اكتشفت كده، ما كنتش حاطاه في دماغي ان انا امثل يعني. فجاه واحده لقيت نفسي دخلت كليه اعلام، وفجاه لقيت ورش قدامي. طب انتي انا اللي اخترتي هدخل ورش؟ الكلية اصلا ولا هم كانوا عايزيني ادخل صيدله، اوكي. بس انا طبعا اتجهت لحته تاني خالص. طب ايه ده، انتي كنتي علمي علوم؟ اوكي، كنت جايبة بالظبط. ان انتي تخشي المجموعة اللي صيدلة. يدخل صيدلة. اوكي، بالظبط. بس لا، انتي ما كنتش جايبة المجموعة قوي يعني. يعني انتي كنتي هتخشي كنت هاخد خاص. خاص. بالظبط اوكي كده. طيب. بس طبعا فضلت التلفزيون، بحب اي حاجة فيها تلفزيون طب ليه صيدلة حلوة حقيقي؟ والميديا. لا لا جميل. لا انا صيدلة مش بجد. كده، مش كده، مش كده، بس عشان هي مش حلوة قوي يعني. يعني، مش وحشة قوي يعني. بالظبط اوكي كده. تمام. هقف معاكي عشان انا ما بفهمش في الصيدلة برضو. يعني. بالظبط. هي ملهاش في الصيدلة، فهي هتقول لك ماشي اوكي صيدلة ايوه وحشة قوي، بالظبط بس هي بالظبط. جميلة. لا لا جميلة، بس هي متعبة وصعبة. هي صعبة، هي هي متعبة، صعبة. بس اللي يحبها بقى. ده بس حقيقي، هو انا يعني ايه كنتش اللي يحبها بحبها ده فعلا. بالظبط. اوكي كملي. بس ف اخدت ورش تمثيل، اخدت اكتر من 8 ورش تمثيل. قلت اتدرب الاول، بعد كده رحت عملت كاستنج في المكاتب وشركات الانتاج. بعد كده بقى يكلموني في اوديشن. الاوديشن ده عبارة ان انا اروح اقدم مشهد قدام المخرج او مساعد الاخراج، بقدمه. لو تمام بيتصلوا بيا بعدها ويقول لي انتي دان، خلاص تعالي تعالي شوفي الدور، او يبعتوا لي الدور على التصوير على طول. تمام. بس طب وانتي صغيرة يعني كان في مثلا حد ممثل او ممثلة لما بتشوفيه مثلك اعلى نفسك تبقي زيه طبعا او دنيا حاجة سمير عشان غانم. كده؟ دنيا اوكي. سمير غانم. دي اوكي حبيبتي حبيها. جدا جدا يعني. اوكي. طيب قولي لي انتي مين اكتر واحد يعني شجعك، في يعني بابا ولا ماما ولا بصي، اخواتك هو ما فيش حد ابدا شجعني. اصلا؟ حد شجعك على التمثيل؟ خالص، محدش كان مشجعني خالص. بس ماما لما لقيتني ان انا مصره، واهلي لما لقوا لي ان انا مصره، خلاص اللي هتعملي ايه، فحاولوا يبقوا معايا واحده واحده. بس ماما في الاخر بقت معايا يعني، هي اكتر واحده شجعتني بصراحه. احنا هنرجع، هنروح فاصل صغير كده ونرجع. اكيد اكيد. اوكي، ورجعنا لكم بعد الفاصل. ميرنا، واحنا بنتكلم دلوقتي عرفت معلومه غريبه جدا. انت من الغردقه فعلا يا ميرنا؟ اوكي. يعني انت بتيجي القاهره تشتغلي مثلا لو عندك دور او حاجه وترجعي تاني الغردقه؟ بالظبط. يعني الاول اوكي. كنت باجي عشان الكليه بتاعتي، بس طالما اتخرجت خلاص، فدلوقتي باجي بس علشان بيبقى عندي تصوير، بقعد فتره التصوير وبرجع تاني. ربنا معاكي. طيب انت بجد. قلتي ان انت كمان مش تمثيل بس. يعني اتجهت في الاخراج، واشتغلت برضو في الانتاج، كنت بقدم برنامج كوره برضو يعني. اوكي جميل جدا. طب انت شايفه ايه احسن بقى فيهم، يعني التمثيل اكتر ولا الاخراج ولا البرنامج؟ يعني الفرق ما بينهم كان بالنسبه لك ايه، وايه احسن والافضل ليكي فيهم؟ هو طبعا في فرق في كل حاجة، بس أنا كنت بحب أجرب كل حاجة عشان أبتدي بإيه. بس طبعا التمثيل ده على جنب كده، هو أكيد. بس بدأت في الإخراج شوية يعني، دلوقتي اوكي. إخراج أكتر، لأن فرصه بتبقى أكتر شوية، علشان أنا كمان من الغردقة، فمش هعرف أجي عشان مدة معينة صغيرة وأرجع تاني، فالموضوع بيبقى عندي صعب. فبدأت في الإخراج يعني عشان فرصته أطول كده طب يعني. معلش، شايفة نفسك في أنهي واحد فيهم؟ تمثيل. في التمثيل. يعني انتي بتحبي التمثيل؟ اه اوكي تمام. طب انتي قلتي بابا ما كانش موافق على ايوه التمثيل. صح؟ ادخلوا يعني. اوكي. بابا اتفاجئ. بابا اتفاجئ بالتمثيل بتاعي. طب قالك ايه؟ يعني بصي، هو مش قالك ايه يعني مثلتي او ما مثلتيش، لا قالك ايه بعد ما شاف دورك؟ قالك انتي تنفعي ما تنفعيش، انتي كويسة، كان مبسوط بيكي، يعني يعني كان بعد ما ايه؟ كان معترض.
ايه اللي حصل؟ هو كان معترض اعتراض تام تام فعلا. فتح على مسلسل، اول مسلسل ليا كان سك على اخواتك بتاع بطوله علي ربيع. اوكي. ففتح لقاني فيه اللي هو انا بشبه عليها مين دي؟ انا ما اعرفهاش دي مين دي؟ ازاي؟ تعالي يا ميرنا شوفي في واحده شبهك ايه موجوده. ما كنتش موجوده كنت كمان. اوكي تمام. هو مين دي؟ بس فاتبسط جدا ساعتها وتمام. بس قال لي خلاص بقى اديكي جربتي وخلاص مالناش دعوه بالموضوع ده. فقلت له اه حاضر ومش حاضر. بس يا جماعه هتعملوا زيي؟ هتعملوا زيي؟ اه بالظبط. اوكي. فاللي هو خلاص مش هعمل كده تاني ومش متعمليش. قلت له حاضر. مش حاولت طبعا معاه شويه بس طبعا ما رضيش. كان خايف عليا طبعا ان انا ان انا كمان مش من القاهره. فانتي انت بتيجي لوحدك وكده فاكيد هو قلقان عليكي. هو الغردقه بعيده برده مش من 7 ساعات ولا 6 ساعات. بس فبعد كده هو يا دوبك بيوصلني بيقول لي تمام كنت جايه القاهره. قلت له اه تمام تمام خلاص. راجع البيت لقاني في مسلسل زلزال. يا نهار اسود. طب استني قبل ما تكمل لنا مسلسل زلزال خلينا نشوف الفيديوهات بتاعتك. اوكي. دي كانت سك على اخواتك. دي سك على اخواتك. اوكي. هي التمثيليه دي كانت حلوه حقيقي. كان دور جميل جدا. كنت صاحب السهر الصغير. اوكي. طيب هو كان قولي لي يعني في كواليس بتحصل صح كده؟ اوكي. طب يعني كنتوا عاملين ازاي مع بعض؟ قولي لي الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ بصي هي سهر صايغ حقيقي حد مش ملاك بجد. أوكي. وجميله جدا 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 في الحقيقه. وكانت بتراجع كتير قوي اللي هو لو في حاجه تقول لي تقولي الاداء ده حلو طب قولي بالريتم ده شويه ما تسرعيش في دي. كانت بتقول لي حاجات كده. كنتي قلقانه؟ دي كانت اول تمثيليه ليكي؟ كانت اول حاجه خالص. اوكي. كنتي يعني كنتي حاسه بايه واول ما دخلتي بقى قدام الكاميرا اول مره؟ بصي هو انا كنت طبعا مثلت قبلها بس افلام قصيره. تمام. فانا كنت واخده على الكاميرا شويه بس يعني كاميرا التلفزيون بقى دي ان هي نطلع في التلفزيون. هي كانت رهبه شويه بس هي اللي كانت قدامي سهر الصايغ كانت ما كانتش محساني بالموضوع ده. كانت بتهزر قبل الكواليس بتضحك وكنا قاعدين قبلها مثلا ب6 ساعات ولا حاجه. احنا كنا بنصور ساعتها في عين سخنه. تمام. فاحنا اصلا كنا في سفر فاحنا قاعدين كل الفتره دي فبتقربوا من بعض بتبقوا اصحاب بقى خلاص. اللي هو قعدنا شويه وقعدت تتكلم بتاع فبقينا الموضوع خلاص يعني حلو قوي. احنا معانا صور هتتعرض دلوقتي حالا على الشاشه. كنتي هنا كنتي ايه؟ في زلزال. في زلزال. اوكي. كنتي طالعه دور ايه؟ كنت طالعه الممرضه بتاعه هاله شيحه ومحمد رمضان لما كانت هاله شيحه في المستشفى. اوكي. طيب وهنا هسالك سؤال هو انا مش عارفه يعني اوكي ولا لا بس انا هساله كده كده. بالنسبه لفريق العمل هنا وهنا انت كنت مبسوطه ومرتاحه في يعني في ايه؟ في ايه؟ يمكن الوقت الاطول بالنسبه لي كان في سك على اخواتك لان كان سفر وكده فانا كنت قعدنا فتره طويله فعرفت تتعودي عليهم والكلام ده كله. اوكي. معانا صوره تانية مع الفنان هاني رمزي تقريبا صح؟ ده في مهرجان الجونه. ده في مهرجان الجونه اللي فات؟ بلدي. اوكي. ما انت صح انت قاعده هناك صح؟ كان لازم تروحي. صح. اوكي. وهنا؟ برضه في مهرجان الجونه دي. اوكي. طيب طيب هقول لك على حاجه. انت قلتي ان انت كنتي في سك على اخواتك. ده كان بالنسبه لك حلو. اوكي. وكنتي حاسه ان الانفايرمنت حواليكي جميله وكان الموضوع كوميدي صح؟ جدا. فكان طبعا فارق اوريدي ان انتوا بتهزروا اصلا مع بعض. أيوة. وكده. طيب انت طلعتي تاني في زلزال صح؟ وطلعت في قيد عائلي. أوكي. وطلعت في مسلسل النهايه وفي مسلسل اسمه 30/20 بس هو لسه ما نزلش. دوري كان فيه انا متحمسه جدا جدا ليه عشان كنت رأي الناس. كنت طالعه طباخه بقى وفي حاجات كتير قوي فيه. فانا مستنيه فارغ الصبر يعني. اوكي. هو في سينما؟ لا سينما لا في بس في مسلسل دلوقتي لسه هينزل اسمه لؤلؤ بتاع مي عمر واحمد زاهر. اوكي. ده برضو هينزل خلاص بعد بكره ولا حاجه يعني. ده كوميدي ولا ايه؟ كله على بعض. اوكي. بس يعني هو جميل جدا ودوري برضو فيه حلو جدا. طلع صاحبه مي عمر كان في الملجا من صغرنا لحد ما كبرنا يعني. طب قبل ما نختم انا عندي سؤال. نفسك تمثلي مع مين؟ مع مين؟ طبعا دنيا سمير غانم. لا هو انا شفتها كتير بس ما مثلتيش معاها؟ لا ما مثلتش معاها بالظبط.
بس ممكن اكيد اكيد عادل امام يعني اكيد. لا اكيد احنا كلنا يعني ده كل الناس. بالنسبه للممثلات الممثلات مين؟ دنيا سمير غانم. دنيا سمير اكيد 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 احنا كلنا فعلا هي جميله حقيقي وكده. انت قلتي ان انت خدتي كورسات كتير صح في التمثيل قبل ما تبداي. اوكي احنا فعلا مبسوطين معاكي جدا جدا يا ميرنا. انت فعلا جميله حقيقي وانت حلوه على الكاميرا وفعلا كل ادوارك كانت حلوه بجد. مشاهدينا احنا كنا مبسوطين النهارده معاكم جدا. نانسي كنت مبسوطه معاكي جدا حقيقي يعني. واكيد ان شاء الله هتشوفونا في حلقه تانية. استنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله الساعه 11 مع نص الدنيا. باي باي.